الرسالة وقيل لهم إن شاء الله مال أبوكم يبقى سواد عليكم بس. يعني وديني حاجة معقول وقيل إن شاء الله مال أبوكم يبقى سواد عليكم بس. ولما قلت فيه ننتظر الصبح عبوي ما فيش عبوي الساعة الثانية في القرآن مع أبوك بالبيت قولي وحيات القرآن. طيب هلا برجع بحكي هلا برجع بحكي معاكي برضه هلا برجع ان شاء الله مال ابوكم بيبقى سواد عليكم بس. ولما قلت فيه ننتظر الصبح عبوي ما فيش عبوي الساعة الثانية في القرآن مع أبوك بالبيت قولي وحيات القرآن. طيب هلا برجع بحكي هلا برجع بحكي معاكي برضه هلا رح ارجع ولما قلت فيه ننتظر الصبح عبوي ما فيش عبوي الساعة الثانية
البيت ولوحيات القرآن. طيب هلا برجع بحكي، طيب هلا برجع بحكي معك، هلا برجع بحكي معك برضه، هلا رح ارجع. ايه يلا باي. انا بطرح عليها الشنطات بس وصلي لي الرساله لقولي لهم ان شاء الله مال ابوكم يبقى سواد عليكم بس. يعني وديني حاجات مرفوض قولي ان شاء الله مال ابوكم بيبقى سواد عليكم بس. وهي لما قلت فيه ننتظر الصبح عبوية ما فيش عبوية ساعة تلتين كيف؟ في القرآن من أبوك بالبيت قلوا وحيات القرآن. طيب هلا برجع بحكي، طيب هلا برجع بحكي معك، هلا برجع بحكي معك برضه، هلا رح ارجع. ايه؟ يلا باي. انا بطرح عليها الشنطات بس وصلي لي الرساله لقولي لهم ان شاء الله مال ابوكم يبقى سواد عليكم بس. يعني وديني حاجات مرفوض قولي ان شاء الله مال ابوكم بيبقى سواد عليكم بس. وهي لما قلت فيه ننتظر الصبح عبوية ما فيش عبوية ساعة تلتين كيف؟ في القرآن من أبوك بالبيت قولي وحيات القرآن. طيب هلا برجع بحكي، طيب هلا برجع بحكي معك، هلا برجع بحكي معك برضه، هلا رح ارجع. ايه؟ يلا باي. انا بطرح عليها الشنطات بس وصلي لي الرساله لقولي لهم ان شاء الله مال ابوكم يبقى سواد عليكم بس. يعني وديني حاجات مرفوض قولي ان شاء الله مال ابوكم بيبقى سواد عليكم بس. وهي لما قلت فيه ننتظر الصبح عبوية ما فيش عبوية ساعة تلتين كيف؟ في القرآن من أبوك بالبيت قولي وحيات القرآن. طيب هلا برجع بحكي، طيب هلا برجع بحكي معك، هلا برجع بحكي معك برضه، هلا رح ارجع. ايه؟ يلا باي. انا
شوية عشان تاخد بس وصلي لي الرسالة قولي لهم إن شاء الله مال أبوكم يبقى سواد عليكم بس. يعني قولي لي حاجة معقول قولي إن شاء الله مال أبوكم بيبقى سواد عليكم بس. وإلا ما قلت فيه منتظر الصبح عبوري ليش عبوري بتاع تلتين كيف؟ في القرآن مع أبوكي بالبيت قولي وحيات القرآن طيب هلا برجع بحكي طيب هلا برجع بحكي معاكي هلا برجع بحكي معاكي برضه هلا برجع ايه؟ يعني وديني حاجة معقول قولي ان شاء الله مال ابوكم بيبقى سواد عليكم بس. ليش الساعة 2 عبوري؟ ابوي لما قلت فيه منتظر الصبح عبوري، ليش عبوري الساعة 2؟ ولما قلت فيه منتظر الصبح عبوري ليش عبوري بتاع تلتين كيف؟ هلا القرآن مع أبوكي بالبيت قولي وحيات القرآن طيب هلا برجع بحكي طيب هلا برجع بحكي معاكي هلا برجع بحكي معاكي برضه هلا برجع ايه؟ Gracias.
الخضر. يلا باي. قولي ان شاء الله مال ابوكم بيبقى سواد عليكم بس. ولما قلت فيه ننتظر الصبح عبوي ما ننتظرش عبوي بتاع تلتين ايه؟ في القرآن مع أبوكي بالبيت قولي وحياة القرآن. طيب هلا برجع بحكي معاكي برضه هلا هترجع ايه؟ يلا باي. ولما قلت فيه ننتظر الصبح عبوي ما ننتظرش عبوي بتاع تلتين ايه؟ في القرآن مع أبوكي بالبيت قولي وحياة القرآن. طيب هلا برجع بحكي برجع بحكي معاكي برضه هلا هترجع ايه؟ يلا باي. ولما قلت فيه ننتظر الصبح عبوي ما ننتظرش عبوي بتاع تلتين ايه؟ في القرآن مع أبوكي بالبيت قولي وحياة القرآن. طيب هلا برجع بحكي برضه هلا هترجع ايه؟ يلا باي.
قولي لهم ان شاء الله مال ابوكم يبقى سواد عليكم بس. يعني وديني حاجة معقول، قولي ان شاء الله مال ابوكم بيبقى سواد عليكم بس. وهي لما قلت فيه ننتظر الصبح عبوي ما فيش عبوي الساعة الثانية في البيت. هلا القرآن مع أبوك بالبيت قولي وحياة القرآن. طيب هلا برجع بحكي، طيب هلا برجع بحكي معاكي، هلا برجع بحكي معاكي برضه، هلا برجع ايه؟ يلا باي. انا ما اتركت عليها عشان تاخد.